هي كليات الإعلام بشكل عام لها جاذبية يعني أكتر من أي كلية تانية، لكن الواحد دايما بيسأل على أين سيذهب هؤلاء الخريجون، خاصة إذا كان أعدادهم يعني أكبر من استيعاب السوق المصري في مجال الإعلام. ما عشان كده هنرجع تاني ونقول إنه المفترض إن دلوقتي على مستوى كل السياسات التعليمية مش بس الإعلام، إنك أنت مش بتلبي احتياجات السوق المحلي الوطني، أنت لازم تشتغلي. دلوقتي إحنا في السوق المفتوح في عصر العولمة، فأنا لازم يعني أعد الخريج بتاعي إن هو يبقى ممكن في الإعلام في دولة، في أي دولة من دول الخليج، في سوريا، في غيرها. دي نقطة مهمة. الحاجة التانية كمان إن زي ما قلت لحضرتك، هو تدريس علوم الإعلام في السنوات العشر الأخيرة تغير مجاله. يعني زي ما أقولك، إحنا ما عدناش بس بنركز على إن أنا هطلع محرر، شخص مثلا مسؤول عن الإعلانات الصحفية أو الإعلان التلفزيوني. لأ، دلوقتي كل المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أيا كان مجالها محتاجة لمن يمارس مهنة الاتصال. فأنا محتاجة مثلا في وزارة الصحة أن يبقى عندي ناس تنتج أو تساهم في وضع السياسة الإعلامية لوزارة الصحة، عشان إزاي يقنعوا الناس بالتطعيم. ده مش الدكتور، ده لازم الدارس إعلام اللي دارس علم نفس هو اللي يشارك. حضرتك مثلا دلوقتي في إطار مثلا يعني التغيرات الاقتصادية والمواقف دي، فإزاي لازم أقنع الناس إنه لازم يدفعوا الضرائب. فده كله محتاج إنه خريج الإعلام ده هيشتغل في مجالات مختلفة. جزء كبير جدا من عالم يعني الدبلوماسية جزء منه عمل إعلامي في السفارات في الخارج. طبعا ده مهم جدا. مثلا حضرتك برضو المتحدثين الإعلاميين باسم الوزارات باسم حتى الشركات الخاصة والبنوك وكل ده. فهو يعني الدراسات الإعلامية مكوناتها اتغيرت خالص عن المفاهيم القديمة اللي أنا هخرج بس مراسل، محرر، مترجم، مقدم برنامج. لكن الأمال الكبرى أعتقد يعني للعاملين في مجال يعني هذه الدراسات أو الموجودين في الكليات دي بيبقوا دايما نظرهم أكتر على الوسائل الإعلامية أكتر منها وظيفة أخرى. طبعا هو الشاشة كمان والشهرة ويمكن برضو النماذج الناجحة في الإعلام المصري بكل وسائله بتخلي إنه ده بيبقى يعني نموذج قدوة أو محاكاة للطالب اللي جاي لنا من الثانوية العامة، هو عايز يبقى زي فلان. أيوه. ما يعرفش برضو إنه هذا النجم يعني على الشاشة هو مر بطريق طويل عشان يوصل إنه هو يبقى فعلا. حتى ساعات إحنا البرامج بتاعتنا الكبيرة نقول برنامج فلان، يعني حتى ساعات ما بنقولش مسمى البرنامج كنموذج يعني. طيب يعني هل في كليات الإعلام مراكز لتدريب مثلا الصحفيين المذيعين الى اخره؟ في الوجه اكتر الجامعات اللي فيها كليات اعلام بتعمل مراكز للتدريب، بتعمل دورات تدريبيه سواء لطلابها او من غير طلابها، يعني تبقى دورات تدريبيه للراغبين في تنميه مهاراتهم في الإلقاء، مهاراتهم في مثلا استخدام بقى المونتاج بكل برامجه الحديثة. فده موجود يعني احنا في كلية الإعلام جامعة القاهرة عندنا حاجة اسمها مركز التدريب والتوثيق الإعلامي، وده يعني تاريخه ممتد من الثمانينات وبيدرب سواء خريجي الكلية أو خريجي يعني أي تخصص آخر. طيب مستوى اللغة بالنسبة للإعلامي مهم جدا. هل كليات الإعلام يعني تاخد بالها من هذا الموضوع سواء كانت لغة عربية وهي لغتنا أو لغات أجنبية؟ الحقيقة مشكلة اللغة مشكلة عامة في المجتمع المصري، لأنه الطالب أو الطالبة بيحصل على الثانوية العامة أو أي شهادة معادلة هو بيبقى جايب في اللغة العربية درجة عالية، هو امتحن في نماذج وبتاع وجاب نمرة،
لكن هو يعني لا يتقن ولا يعرف يعني القواعد الأساسية. وغير القواعد الأساسية أنا عايزة أقول إنه التمكن اللغوي جزء منه برضو مهارة، وجزء منه يعني زي حضرتك لما بتستمتعي بموسيقى، فالشخص اللي لغته قوية من الأساس من وهو بقى في ابتدائي مش لما راح جامعة ولا جه مدرسات عليا، لما بيسمع هو حتى بيعرف الخطأ من غير ما يعني أنا مثلا تربية مدارس رهبات، فكانوا يقولوا لنا ما ينفعش تفكروا بلغة وتكتبوا بلغة تانية أو تتكلموا بلغة تانية، فكري باللغة اللي هتتكلمي بيها، عشان في حاجة اسمها الجرس، يعني أنا لما أسمع أعرف الخطأ وأنا مش عارفة القاعدة بتاعته، مش عارفة بالظبط إيه المنطوق، حاسة إن في هنا غلط. فده بيجي من التنشئة الأولى والتعليم من الصغر. فالطالب بيجي في كلية الإعلام مستواه في اللغات سواء العربية أو الأجنبية، حتى اللي جاي من مدارس أجنبية ما بيبقاش على المستوى المطلوب. طبعا في مقررات بتدرس سواء بالعربي أو بالإنجليزي أو بالفرنساوي، وفي دلوقتي كمان شعب داخل كتير من كليات الإعلام بتبقى مثلا شعبة الإنجليزية، يعني بيدرس المواد كلها بلغة إنجليزية أو بالفرنساوي مثلا. ده مش كفاية، لأنه اللغة زي ما قلت لحضرتك تراكمية، يعني إذا ما كنتش أنا تعلمتها كويس من الصغر على مستوى حتى النطق فرق كبير جدا. في واحد ممكن يكون يعني درس وراح حضر كورسات وكده، لكن النطق النطق ده مهم جدا. فلما تسمعيه حتى ساعات يعني تقولي ده انجليزي ايه يا بيه باللغه العاميه يعني. فبنحاول في الكليات طبعا، لكن يعني لو تساليني انا غير راضيه طبعا عن المستوى اللغوي حتى العربي. طبعا كمان. ده العربي قبل كمان وده على فكره بنشوفه حتى على مستوى الصحافه واعلامنا، بنشوف يعني ما كانش ممكن حضرتك مثلا في السبعينات والثمانينات تشوفي مانشيتات فيها اخطاء لغويه، احنا بنشوف ده. ما كانش ممكن نشوف مثلا في الصفحات الرئيسيه الصفحات الاولى لغة عامية. لكن ده بنشوفه. حضرتك شوفي ده في الإعلانات، كم الإعلانات وفيها سوقية اللغة، هل هي مقصودة يعني عشان تصل للعامة للكل؟ ما هو تصل. طب ما احنا كنا قبل كده بنسمع فصحى مبسطة أو زي ما بنقول يعني فصحى المثقفين. كنا كانت جميلة كانت جميلة صحيح. وكنا احنا بنتكلم كده، لكن لما حضرتك تكوني بتسمعي بقى في الأغاني في البرامج، حتى ساعات مثلا يعني بعض الضيوف أو بعض مقدمي البرامج أنا بشوف إزاي هو بيقدم ضيفه بأنهي أسلوب، يعني ما ينفعش مهما كنت أنا أعرف هذا الضيف ما ينفعش أقول له إزايك وعامل إيه، لا. هو دلوقتي إحنا في وظيفة، إحنا في مهنة. طب تلك مسؤولية وسيلة الإعلام نفسها. عشان كده بقول لك إنه يعني المستوى الثقافي واللغوي مش حصاد لا المدرسة ولا الكلية، هي حصاد كل المنظومة. في البيت بيتكلموا بأنهي أسلوب، مثلا لما بيروح فيلم هو بيشوف الحوار بأنهي أسلوب، فبيبتدي ده. حضرتك هتلاقي الطفل دلوقتي اللي عنده مثلا 12 سنة بيتكلم مصطلحات يمكن حضرتك تقولي له يعني إيه. أيوه.